هذا ما نتابع عن العملات وللحديث أكثر مشاهدينا طبعا عن العملات ينضم إلينا من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في شركة إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك رائد. أبدأ معك بالحديث عن اليورو وبعد نتائج الاستفتاء في إقليم كاتالونيا بالانفصال عن إسبانيا في ظل الضبابية حول هذا الموضوع، كيف تقرأ اليورو في الفترة القادمة؟ طبعا بلا شك ذلك سوف او وجدنا اثره بشكل مباشر على اداء اليورو خلال تعاملات اليوم كضغط اضافي وبرشر موجود حاليا على اسعار اليورو. طبعا مزيد من النداءات بالانفصال ومزيد من العد الضبابيه وعدم الوضوح بشان الكتله السياسيه في منطقه اليورو اجمالا يضغط على تعاملات اليورو، ولكن اليورو كان تحت ضغط حقيقة خلال الفترة الماضية بفضل أداء الدولار الأمريكي الإيجابي وأيضا بفضل مجموعة من العوامل التي ضغطت على اليورو بالاتجاه المنخفض. هل هناك مزيد من الانخفاضات خلال الفترة القادمة؟ طبعا لا ننسى أن هناك عامل السياسة النقدية الذي ممكن أن يغير تحركات اليورو ويغير الاتجاه مجددا، بالتالي الترند العام لليورو حاليا مرتبط بشكل كبير بأي حديث من المركز الأوروبي، أي حديث عن تقليص برنامج التيسير النقدي الضخم المتبع في المنطقة الأوروبية بلا شك سوف يدعم أداء اليورو مجددا، ويعني اليورو ممكن يبقى تحت الضغط نحو مستويات 1.16، ولكن من الممكن جدا عودته مع اي حديث لماريو دراجي واجتماع المركز الاوروبي سوف يدعم اليورو بالاتجاه الصاعد مجددا. نعم، نتحدث عن الدولار، اليوم قفزة قوية على الدولار، كيف تقرأ خاصة بعد أن صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه ربما يكون كيفن وورش هو العضو السابق في الاحتياطي الفيدرالي يحل مكان جانيت يلين، ومعروف عن سياسته بأنه يفضل وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة، بتعليقك على الدولار وإلى أين يتجه أيضا الدولار الأمريكي؟ يعني يستغل ذلك بكل قوة، يستغل مثل هذه الأحداث حاليا ويقترب من مستويات 94 واختراق 94 بالاتجاه الصاعد سوف يشكل انفجارة سعرية بلا شك. طبعا تعديلات على هيكل الفيدرالي الأمريكي بالوقت الحالي بما يدعم تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع سوف يكون له الأثر الكبير على أداء الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، ولكن على المدى المتوسط لا يزال هناك هذا النوع من يعني الضغط الموجود على أداء الدولار الأمريكي حاليا، ومستويات 94 هي مستويات مقاومة مهمة جدا بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، بالتالي قد يكون التأثير مؤقت حاليا على أداء الدولار الأمريكي بالاتجاه الصاعد، ويجب الانتباه إلى البيانات الاقتصادية التي تصدر تباعا، ولعل أبرزها ننتظره يوم الجمعة بيانات الوظائف الأمريكية، حيث تحرك السياسة النقدية مرتبط بالبيانات وتحسن البيانات المستمر، وعلى وجهها وعلى رأس هذه البيانات يأتي لدينا بيانات التضخم للوقوف فعلا أن التضخم لا يعاني من التراجع، وأن فعلا التضخم الذي كان في الفترة الماضية تراجعه هو عبارة عن مرحلة مؤقتة كما ذكر الفيدرال الأمريكي وكما ذكرت جانيت يلين. طيب ننتقل إلى النفط، طبعا النفط اليوم تحت الضغط من سواء من ارتفاع الدولار القوي الذي ارتفع وأيضا من عدة بيانات من ارتفاع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن حقق في نهاية هذا الأسبوع أقوى أداء فصلي في الربع الثالث يعني منذ 13 عاما منذ عام 2004، كيف تقرأ أسعار النفط وأين تتجه أسعار النفط في المرحلة القادمة، وبرأيك ما هي الأسعار المتوقعة لأسعار النفط؟
حقيقة دعم أسعار النفط في الآونة الأخيرة مجموعة من الأحداث، على أبرزها الالتزام الكبير من بالاتفاق لتجميد وتخفيض الإنتاج، هذا ما دعم أسعار النفط نحن للمستويات اللي نحن عم نشوفها حاليا. وعلى الرغم من قوة الدولار الأمريكي مثل ما تفضلت، يعني يبقى لدينا الـ WTI فوق مستويات الـ50، وعلى الرغم من تزايد أعداد منصات الحفر، لكن الأمل الأكبر بتحسن أسعار النفط هو بتحسن الطلب حقيقة خلال الفترة القادمة، وهذا ما يعني سنرى يعول المزيد عليه من بشكل كبير. الارتفاعات رائد. ممكن جدا ان تستمر مسلسل الارتفاعات نحو مستويات الـ55 للبرميل، والتي اعتقد مع استمرار الالتزام باتفاقية خط الانتاج هي المستويات التي تعكس التوازن السوق في الفترة الحالية، لكن اي هبوط دون مستويات الـ50 للبرميل، والحديث هنا عن WTI، ويعني خلينا نقول struggling او مقاومة دون هذه المستويات، قد يصعب من عملية الصعود نحو 55 دولار للبرميل. ممكن يبقى تحت الضغط، لكن الأهم نظل نراقب. نعم، رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في شركة إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. يظهر أن الاتصال قد انقطع مع ضيفي، أشكرك جزيل الشكر.